هم 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 يعقبوا على الحشان في صبايا مسيبين الميدان الرجاله. يقول لك نحن خوارج ثوار وزنابيديه وزنا قبائل. لن اسامح بتيتيم عدد 11 طفل ولا بترميل عدد 6 نساء. لن اسامح بكل ما فعل بعائله السويد. لان القشر البغدادي كل من هو مشتبه ومتورط بسبب انتماء الليبيين تم ازاله المبنى بتاعه الموجود، وهذا محافظه على اللحمه الاجتماعيه في ليبيا. لكن تجي المرأة مسكينة وعجوز قاعدة وطفل صغير ما يعلم بشيء، تحرم من دراسته وتحرم من مدينته وتحرم من شارعه، وتدعي بأنك أنت على نهج السلف الصالح. وأي واحد عنده حد بيقتله مش قادر يقتله في العلن يجيبه، إنه قتلوه علني إحنا. قدمنا على قتلهم إلا تقربا لوجه الله الكريم.